للأسف كرهت الرياضة في المدرسة. زعلان ومكشر، طب ليه يا حبيبي ليه؟ يلا يا سيدي انسى الهم واحكي لي حكاية يوم جديد. من يوم ما دخلت المدرسة إلين ما تخرجت وأنا آخر واحد يختاروني في حصص البدنية، أو بلا صح كل فريق يدفني على التاني، فإما تعرف تلعب ولا مكانك مو بيننا. وفي البيت الكورة بشكل خاص ينظر إليها بنظرة دونية، والرياضة بشكل عام. وإذا جاء الموضوع عن النادي والحديد، فيا ولدي ما راح تطول وما تحتاج حديد عشان تضبط جسمك، وهلما جرى من ذا الكلام. فالناتج كبرت غريب عن الرياضة، وأتثاقل وأتكاسل عشان أمارسها. وصدقني دا يخليك تكبر وانت غير راضي عن جسمك ولا صحتك، وكمان غريب عن مجتمعك. لكن من بداية أيام الجامعة وأنا داخل جومة الحماس والنشوة اللي جيني من رياضة الجري والسياكل، الصراحة شعور لا يوصف. أظني انحرمت فوق 20 سنة من متعة عظيمة يا رجل. شباب أفضل فريق مين؟ طب غشوم يا كابتن، هل صحيح أن ليتي عمكم؟ ليتي عم الجميع يا أخي بعد ما أدري كيف كان عايش السعودية وهو ما هو عارف ايش كوره، ولا ما كنت تابع فرق، ولا ايش وضعك؟ كيف كنت تستمتع بالحياه؟ كان الترفيه الوحيد كوره. هو كان اللي لما يترصوا كذا هو اخر واحد اللي يختارون اخر واحد. لا يقول لك اللي كذا لما يقول فؤاد معاكم يجي يقول لا معاكم الظاهر، لا هو ما الكوره ترى تربيه. لما تجي توقف في الطابور ويختارونك في البداية أول أيام ما يختارونك، بعدين تحاول وتحاول وتشد وتأدي لمن يتم اختيارك قبل الأخير بدل ما تكون الأخير، هنا تجيك يحشيك إحساس. بس الزبدة إنه إلى الآن إحنا نلعب كورة ترى ما نقدر نفس الشيء وقت تلعب معنا. جزاك الله خير فهد الله فهد جد يوم واحد تجرب اشوف يعني تقدر تشوت كوره انت وضعك تمام؟ انا وضع اللي يجري في الملاعب بس تعال اجري طب رد طب تعال جري هي نفسها جري بس بالكوره بالله تعال الله يستر. كيف اللعب يا برنس؟ والله اسوأ المباريات اللي صورتها. جبت 3 اهداف في المباراه الاخيره الحمد لله، الله وفقنا. وفي النهايه كل هذا جهد زملائي اللاعبين، وانا والله يعني كل اللي سويته هو يعني بس اني كنت الله يعطيك العافيه. تسلم جزاك الله يخليك الله ترى في الغربه لقينا رياضات احلى. يلا فؤاد يلا كفو. اهو بيستعمل كل الالوان. شوف التسلق ما انتميت له ولا زبط معايا، واما للكوره اظن خلاص انا من طريق وهي من طريق. بس بعد تجارب مختلفه لقيت انه السياكل والجري هي رياضتي. جمعتي الاستكشاف بالخلوه مع النفس، تحمل وطولة البال، وكلهم في الاخير يعطوك صفاء الذهن والشعور بالحياه من جديد. والله يديم الصحه على الجميع. والله بسم الله الحمد لله رب العالمين. اول شيء رب التوفيق والوالدين يعطيك العافيه كابتن يعطيك. شوف الرياضه هي اللي تخليك تحسسك انك حي، لولا الرياضه كان يمكن جننت في غرفتي الحالي. ومو شرط ترى كوره، احنا مشكلتنا انه خلاص من يوم ما انولدنا واحنا كوره 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 كوره. لا الرياضه هي المنفذ اللي اطلع فيه الطاقات المكبوته. جرب حتى لو حبيت رياضه قفز الحواجز، روح خرجني من النفسية اللي أحيانا أكون عايشها والكآبة. جسمك هذا أمانة، مجرد استشعار للصحة، مش بس استمتاع. أقل شيء تقدمه لنفسك هو أنك تتحرك. يقول لك في الحركة بركة، أنك تحرك هذا الجسم وتحافظ عليه. الرياضة أكثر من استمتاع مهما كانت الرياضة. دور شغفك وابدأ.